بسم الله الرحمن الرحيم. الحسين ابن علي عليه السلام، الحسين ابن علي والحسن ابن علي. سيدنا الحسن كان خامس الخلفاء الراشدين، ومش عارف ليه دايما تحس ان هو مش ظاهر كده دايما. دايما لما يجي نتكلم عن الخلفاء الراشدين نقول اربعه مثلا: ابو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب. الامام الحسن ابن الامام علي حكم فعلا. المهم يا سيدي، كان أشبه الناس بجده عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد. بعد أن تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان حقنا للدماء العربية، خلي بالك المنصفون يعلموا أن تنازل الإمام الحسن ليس عن ضعف أو خوف. اجتمع كبار رجال الدولة والعسكريين والقادة وقادة القبائل يبايعون أول خليفة بني أمية، وسمي هذا بعام الجماعة. كلمة الخليفة: أيها الناس، لقد هديتم بأولنا وحقنت دماؤكم بي. طبعا بيت الإمام الحسن، المشهد ده من بيت الإمام الحسن، آسف على الساعة. الإمام الحسن بجنبه الإمام الحسين، الإمام الحسين بيقول له: أهو السم، وهو كان بيلفظ قطع من كبده، قال له: أهو السم. رد عليه الإمام الحسن وقال له: سقيت مرارا من قبل، لكن هذه أقصاها. المهم طلب أن يدفن بجانب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لكنه منع. وهم مطلعين النعش بتاعه، مروان بن الحكم كان من أشد المعاندين ليه. أول ما شاف النعش راح باكي وراح جري يشيل النعش معاه. فالإمام الحسين بيقول له: تبكي الآن وقد جرعت الصبر؟ رد عليه قال له: لا بلى، أفعل هذا من كان حلمه يزن الجبال. كانوا عارفين الشخصية الله يرحمه ويحسن إليه. على أي حال، فإن المتأمل في سيرة الخليفة الخامس الإمام الحسن ابن علي يشعر كأن هذا الرجل جاء إلى الدنيا لتنفيذ مهمة فقط، وأفتكر هي المهمة دي غلق أبواب الحرب الأهلية بقراره. وحرص قبل رحيله أن يقتفي أثر أبيه حين يغتيل، برضو ان هو بعد موته ما يفتحش باب الصقر والحرب برضو. الله يرحم الإمام الحسن، والسلام على أهل البيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.